انطلقت أنشطة وبرامج النسخة العاشرة من مدينة الشباب 2030 بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار بحريني وافتخر، والتي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين. مشروعات شبابية واعدة وأفكار ساهمت في احتضان الشباب لتحقيق رؤية البحرين 2030 ولخلق جيل شبابي بحريني يملك كل المقومات والمؤهلات اللازمة لتأهيله لدخول سوق العمل. انطلقت أنشطة وبرامج مدينة الشباب في نسختها العاشرة بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض. الحمد لله خلال أول أيام تدريبية في مدينة الشباب حصلنا إقبال جدا كبير من قبل مشاركي مدينة الشباب، وما شاء الله هالسنة في برامج جدا مبتكرة مميزة، ومن هالبرامج برنامج شباب الدبلوماسية وبرنامج بورصة البحرين. أضفنا برامج جدا 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 حلوة، يعني مناسبة حق الشباب والعمر، يعني العمر الشبابي. بالتالي من خلال البرامج اللي احنا وفرناها ممكن انه يخدم مجاله برا المدينة. فكرة المشروع ان نحن نبني ابلكيشن رياضي بحيث انه مبني من الشباب حق الشباب او حق المجتمع في البحرين، ان الشخص اذا يبي يسوي رياضه مو لازم يروح جيم، ممكن يدش على الابلكيشن نفسه وفيها برامج رياضيه مسوينها في المدينه حق اي شخص ممكن يستخدمها. اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البالغ بشباب البحرين هو ما جعلهم يحملون على عاتقهم المسؤولية عبر توفير مقومات النجاح في الإقبال على مواجهة التحديات بثقة وعزيمة وتزويدهم بمهارات تساهم في تسهيل الصعاب. هاي أول سنة لي مشاركة في مدينة الشباب أكون منظمة، وما شاء الله أعداد المشاركين وايد كبيرة، وهاي يدل على نجاح مدينة الشباب، ونشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد على إتاحة الفرصة لهاي للشباب. صار لي سنتين بمدينة الشباب تخصصي الإعلام والتصوير، هذه تعلمت من الإعلام أن شلون الصوت أسوي سايند إن وسايند أوت، وتعلمت أن أصير بعد مذيع. والشيء الثالث تعلمت انه شلون اكون مراسل. شاركة في المسرح، واللي تعلمناه انه لازم نكسر الخوف اللي فينا ولازم نركز على النقطة اللي احنا نبي نتكلم اللي قدامها. مشارك مركز الفنون، وجزاه الله خير الشيخ ناصر ما قصر ويانا، تحلنا الفرصة ان نرفع راية البحرين. استفدت في وايد اشياء، صار لي 4 سنوات، سنتين منهم شاركت مسرح، رفعوا الثقة في نفسي. الحين شاركت فنون كنت ما اعرف ارسم، علموني شلون ارسم، يعني استفدت وايد في المدينه. هذا وتسعى وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين الى تقديم برامج ومشروعات مصاحبه تتوافق مع مبادرات الخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنه، والتي ستحمل شعار هذا العام بحريني وافتخر باعتبارها مشروعا وطنيا رائدا. هذه المدينة عبر برامجها وأنشطتها جعلت من الشاب البحريني قادر على تحمل المسؤولية والصعاب، كونه هو الثروة الحقيقية للوطن. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.